الحمد لله على السلامه معالي الوزير، منورين الدير. سريعا احنا في دير الامن السوري، واحد من اربع الاديره المهمه في دير بلد مطرون، الحبشوي والسوريان والبرموس ودير خش شويه ورا اللي عايز يا جماعه يصور. الدير اتاسس في القرن الرابع الميلادي يا جماعه، احنا ما بنشوفش شغلنا زي ما انتم بتشوفوا شغلكم. وفي بير يسمى بير الشهداء اللي بغسل فيه السيوف من الدم. في كمان عندنا الحصن، انا بنشوف حتى من جزء من تحت، في مزارين لسيدنا الانبا سربامون اللي هو الاسقف قبل سيدنا الانبا اغادوس، واحد تاني للبابا الشويه.